رمضان مبارك كريم. حالنا برنامجكم مراحل فرقان على قناتكم رمال تيفي. عادات وتقاليد المجتمع الحساني في رمضان الأبرك، فانتظرونا على قناتكم رمال تيفي ليتعرفوا على عادات وطقوس المجتمع الحساني في هذا الشهر الفضيل. حانونا برنامجكم مراحل فرقان. رمضان مبارك كريم. حانونا برنامجكم مراحل فرقان على قناتكم رمال تيفي. عادات وتقاليد المجتمع الحساني في رمضان الأبرك، فانتظرونا على قناتكم رمال تيفي ليتعرفوا على عادات وطقوس المجتمع الحساني في هذا الشهر الفضيل. حانونا برنامجكم مراحل فرقان. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه المباشره وبرنامجكم مراحل فرقان. برنامج مراحل فرقان كيف تعرفوا يعرفوا كذلك جل المتتبعين الكرام، برنامج يعنى بالثقافه الحسانيه بكل تجليات. نشوفوا معكم عاداتنا وتقاليدنا، عادات كذلك تخص هذا الشهر الفضيل اللي بطبيعه الحال نتمنى على النعود داخل عليكم بالخير والسلامه ومغفره الذنوب. فتحيه للجميع، برنامج مراحل فرقان على قناتكم رمال تيفي. مرحبتي بكل المشاهدين الكرام سواء داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، وني بكم وني بك كذلك أحمد. أخي تسلمك، ما عودنا مشاهدين ومتتبعي قناة رمال تيفي أننا من خلال حلقاتنا أو حلقات برنامج مراحل فرقان على قناتكم رمال تيفي نحاولوا من خلاله نناقشوا ياسر من العادات وياسر من التقاليد اللي يالله نعود نجددوها من خلال هذا البرنامج، ومن خلال كذلك تفاعلكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال تفاعلكم عبر الرقم الظاهر على الشاشة. أكيد يا أحمد، نتمنى من المشاهد الكريم اللي بغى يشارك معنا في موضوعنا هاي الليلة اللي اخترنا على أنه يعود حول الأكلات الشعبية في المجتمع الحساني، بعض الأكلات الشعبية كذلك اللي تخص هذا الشهر الفضيل اللي تعدل في هذا الشهر الفضيل، اللي نحاولوا ندردشوا شوية ونحاولوا ما أمكن نحيطوا بعض الأكلات اللي تعدل واللي هي لسيقة بهذا الشهر الفضيل، شأنها في ذلك شأن باقي العادات والله بعض العادات اللي تعدل في هذا الشهر الفضيل. فتحية للجميع، كيف قلنا باش تتواصلوا معنا يمكن لكم تركبوا الرقم اللي يظهر لكم أسفل الشاشة والله كذلك تتواصلوا معنا من خلال رسائلكم اللي تبعثونا بها عبر الصفحة الرسمية رمال تيفي أوفيسيال. وني بكم مرحبا سهلتي بكم، وكيف قلنا موضوعنا لهاي الحلقة نتكلموا عن بعض الأكلات الشعبية اللي هي معروفة على مر الزمان لدرجة أنه يعني نجبروا عن مجتمعنا الحساني نعرف بها. وبعض الرجل قايل عن يعني كيف تعرف يا أحمد، قايل عن المجتمع الحساني ما يعدل قاع يكون هوك الأكلات ما يعدلش غيرهم عايش إلا بهم. يعني هو كانوا بعض الأكلات اللي كانوا يعدلوا نعرف عنهم بزار ودرك حاضرين، يا غير التجديد كيف قلنا وكيف دائما نقولوا حاط بعدة مجالات اللي من بينهم كذلك دخل كذلك في نظامنا الغذائي في مجتمعنا الحساني بحكم تغير نمط العيش عند العديد من الأسر، بحكم تغير نمط العيش عند ياسر من 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 الناس، ياسر من الناس يعني بدل البلادات فاش كان جا من البادية دخل الدشرة وبالتالي تغير ياسر في حياته كيف مثلا معيشته كذلك، وكيف كذلك الأكلات اللي يحضروا كيف نعرفوا عن مجتمعنا الحساني ما تلا كيف نقولوا قافل على راسه والله يعني خلق انفتاح في ياسر من المجالات اللي من بينهم هذه الأمور اللي تخص الأكلات في المجتمع الحساني. تفضل أحمد. وحتى سلمى كيف ما تكلمتي عن هذه الأكلات اللي نتكلموا عنهم الليلة، نعم. نحاولوا ما أمكن نشوفوا يعني الفرق اللي خالق من بينها والأكلات اللي كانت في زمن في زمن ما هو قريب اللي كان فيه الفرقان كانوا يعني يتنقلوا بنمط معين والله يعيشوا بنمط معين من 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 المأكولات ومن من ويعتمدوا كذلك على ياسر من المواد الغذائية اللي ما تلات يعني ما تلات حاضرة في مأكولات المجتمع الحساني بحكم كيف ما قلتي يا سلمى، نعم. بحكم عنه المجتمع الحساني انفتح على ياسر من الثقافات اللي كان يجبرها سواء في ترحله والله سواء في يعني في من خلال معاشرته لياسر من القبائل اللي كان يتنقل من خلال الفرقان اللي كانت
يعني تطرحها من اجل يعني البحث عن الكلاء والله عن 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 الـ يعني الـ نقولوا عن الزرع والله عن شيء ذي نفسه هو لو دول الزرع حق دول الزرع حق وخيرت كيف قلت يا احمد على انه يخلق ياسر من تنقلات وهذه التنقلات حتى هما نقدر نقولوا عنهم موسميه اللي بطبيعه الحال تعدل لا من موسم للموسم والله من فصل الفصل علاه لانه حتى من غير بطبيعه الحال البحث عن الكلاء يا كان هذا كان الحيوان يسرح يا كان الحيه كذلك تجبر شي من الغله الزينه وشي من الربيع الزين يعني نعرفوا هذه التنقلات عنهم كذلك مرتبطين بارتباط وثيق حتى باللي لايق مثلا الناس والله اللي لايق لأهل الفريق والله اللي لايق لأهل الفرقان عموما علاه لأنه مثلا فوق التمر لنجبرهم مثلا ما يبعدوا عن النخل نجبرهم كذلك فوق تاك ناري لا بد يمشوا مثلا ويمشوا يقيطنوا عند 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 الجنانات لنرجعوا لهذا الموضوع ونرجعوا كذلك الاستفادة فيه والنقاش فيه يا غير لنحكموا هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. مرحبتي بك. مرحبا الاسم الكريم. مرحبا. عندي عنه مستمعنا الكريم يبقي البرنامج اللي كان سابقنا اللي هو يهم الثقافة الأمازيغية وبعض يعني الفنانين اللي كانوا حاضرين معنا هون في الاستوديو مع زميلة خديجة أشبارو. مشكور حتى مستمعنا والله باطل مشاهدنا الكريم اللي بطبيعة الحال كل برنامج وعنده يعني أهله وعنده كذلك مشاهدينه الكرام. كيف قلت في اللي يسبق سابق من حكم المكالمة على أنه ياسر من الأمور تساهم في يعني تنقل الإنسان وتحكم كذلك في نمط عيشه وتغذيته كذلك. قلنا عن الفصل يعني اللي يعود فيه التمر موجود نجبره الرجلي يتقانى عند يعني ما يبعد قباله عن بل النخل حتى قاعد من يبعد راهو يعني خارقين يعني البهايم اللي يجيب عليه مثلا هاك نخل قد منين وقطع والله تلحق وغته نجبره كذلك قدمين حق الصيف مثلا لابد الرجل يمشي عند بل يعني الجنات يشبع فاك ناري وكيف نقولوا حتى الحيه ترتاح في ذاك كامل يعني في الداق وشي كامل يهم يعني هذا المجال. ياسر من الفصول تحكم في التغذيه ونمط والله النمط الغذائي في مجتمعنا الحساني. تكلمت قبيلي احمد عن الزرع واللي قلت طبعا انت طبعا لك لا الزرع حق يا ابويا الزرع به ويا يعدل منه المقلي ياسر من الأكلات ياسر من الأكلات حقه هو مصدره هو كده هو المكون الرئيسي في ياسر من الأكلات اللي معروفة في مجتمعنا الحساني. من رأيك أنا كجبرت شم من المريس والله شم من المقلي يا غير ما هي ظاهرة لي عنك كجبرت شي مش شو حب تبان تفضل. كيف ما قلت يا سلمى يعني سبحان نعم. الله تجبر المجتمع الحساني بحكم الظروف اللي كانت تحكم عليه في ذاك الوقت بحكم يعني المناطق اللي كان يعني يترحل فيها والله يعود مستقر فيها الفريق والله الفرقان كانت مناطق اللي هي قاحلة وتستدعي بذلك أن الفريق والله الفرد الصحراوي داخل ذاك المجتمع يلود على أكلة اللي تعود يعني تقبض له أكبر وقت ممكن من يعني من الشبع يعني قد مثلا يوكل أكلة مثلا اللي هي تعود عاديه كيف ذا اللي خارقه في ذا الوقت ما تقدر نرجعوا يا احمد يا كان هذا خارق اتصال والله حق خارق اتصال هنا نحكموا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. الو. السلام عليكم مرحبتي. مرحبا. مرحبتي بك. اهلا بخير. تفضل دور تشارك والله عندي انا بغيت برنامج ثاني. البرنامج صحيح بخير نسلم عليكم ونقول لكم رمضان مبارك سعيد واحلى جميع المسلمين اجمعين. علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلامه والله انا مشكور نحن بدورنا نتمنى لك عواشر مباركه ورمضان مبارك سعيد على كل المشاهد الكريم اينما حل ورتحل كذلك. تفضل يا احمد يا كانك تكمل فكرتك. كيف ما قلت يا سلمى سابق من نقبض المكالمه قلت عنه المجتمع الحساني كان يفرض عليه طبيعه المنطقه اللي يعود مستقر فيها الفريق تفرض عليه نوع من المأكولات اللي يعني تساعده في يعني في شو نقول تجاوز المشقة اللي تعود في طيلة النهار.
نعرفوا عن الراجل ولا المرأة يعود ياسر من الأشغال عنده في النهار، وكذلك هم اللي في يعني في تنقله في ترحاله مع الحية والله مع الفريق كامل. فلا بد كيف ما قلنا تعود أكلة تعود صحية من جانب، من جانب ثاني تعود يعني أكلة اللي ما تنهضم بالعجلة، تقوت الإنسان كيف نقوله، تقوت الإنسان وما ما ما يجوع بالعجلة، وبالتالي يعني كيف نقوله الإنسان على إنه يضل خارج يعني والله بعيد عن الخيمة وبعيدة كذلك عن الفرقان، وبالتالي حتى قدمني يبغي مثلا يرفد معاه عوينه لا يرفد الله شوي ذاك شوي مثلا لا هي يبغي يعود يعني صحي. قدمني نتكلموا مثلا عن بالغمان مثلا، أنا هكون سفيفة من الدقيق، سفيفة من الدقيق أغلى يتعدل لك بالغمان، إذا ما عدلت بالغمان اللي يتعدل لك المريس، إذا ما عدلت المريس يعني اللي يتعدل لك البسيس. هون يعني قدمنا نتكلموا عن هالمكونات كامل، كيف بالنسبة للرجل اللي ما يعرف البسيس، البسيس هو طريقة من الطرق يعني هي نيت اللي نفس الدقيق اللي يعدل به البلغمان يا خير، هو بطريقة ناشفة يعني تعدل بطريقة ناشفة لا يبسس كما نقولوا، ويبقى بطريقة ناشفة ويرتفد هاك القيمات، ما يعب ما هو ما يزمت قباله كيف البلغمان مثلا، البلغمان اللي كيف نعرفه خالق من الرجلي اللي يروحوا بالزيت، خالق اللي من الرجلي يعني الحساب اللي متوفر اللي يروحوا كذلك بالزبدة، خالق من الرجلي اللي يروحوا بالدسم إلى عاد خالق، يعني هون نجبروا اللي متوفر كيف نقولوا يقضوا به الغراض. وكذلك يعني قدمنا نتكلموا مثلا عن متوفر الزبدة، أكيد لا يتوفر الدهن لأنه لا شيء من شيء، ونجبره كذلك الحليب كذلك يعود قدمين يعود حاضر، يعني هون نجبره حتى بعض الأمور اللي هي كيف نقولوا مدة صلاحيتها طويلة. قدمنا نتكلموا عن المقلي يعني نتكلموا عنه أنه ما يفوت بالعجلة، وبالتالي الإنسان اللي يتقوت فيه مدة أطول، يعني نفس الشيء بالنسبة كذلك دقيق الزرع اللي هو دقيق الزرع اللي هو ما هو طيب اللي يعدل به الحسا الأحمر اللي كان عيشت ياسر من الناس، وخاصة من نتكلموا على العلايات نعرفوا عن بعض الرجال ما 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 يمشوا قاع جهة الحسا الأحمر به اللي كيف نعرفه معروف على العلايات ومعروف عن العلايات قدمني اسمه اللي هو اللي تقوتوا به يا قير. هذا لا ينفي لأنه بعض المناطق رجالتهم كذلك يشربوا الحساء الأحمر وشي عادي عندهم اللاك في الحساء الثاني. نمشوا لبعض الرسائل اللي يلحقونا في الصفحة الرسمية طبيعة الحال من مشاهدينا الكرام اللي نشكرهم قبالة على رسائلهم، ولا تنسوا كذلك تعدلوا مشاركة لهذا البث المباشر مع أصدقائكم عبر الصفحة يعني في الفيسبوك، يكان يعود النقاش أوسع ويعود كذلك النقاش أعم. وني بكم زكريا عيوش صديق البرنامج يقول يا وني بكم، وني بك كذلك يا زكريا. المهدي بوزنكاط يقول سلام رمضان كريم، رمضان كريم علينا وعليك يا المهدي مشكور. حتى مصطفى أمهمار يقول زين زين حق زكريا عيش كذلك يقول الزريق وبالغمان هذا جابر خيرهم بعد. قدمني الإنسان يذكر مسائل ويذكر خاصة ذرك منين تكلموا مثلا عن عن عن, عن الزريق ياسر من المناطق تشهد هاي الايام درجه حراره شوي مرتفعه خاصه في هذا الشهر الفضيل. احنا بعد الحمد لله مازال ما فاتلحقنا شيء غير عندنا ولا جاي حاكم الطريق الله اعلم علي هو اخوتي يقوت قباله. المهدي يقول قوفيا والحليب خالق من رجلي، يعني قدمين تكلموا عن قوفيا ياسر من رجلي، يعني بالنسبه اللي ما هو عارف القوفيا خالق المقلي دقيق المقلي اللي يعدل به المريس، وخالقه القوفيا، القوفيا هي دقيق البشنه بالنسبه للرجلي اللي ما هو عارفها ياسر المتتبعين يعني ما هو والله غابته هاي المسألة. دقيق القوفية وراهو ينباع يعني عبارة عن أكياس تعدل فيهم هاي، وخارق أنواع يعني خارق اللي المجتمع الصحراوي راهو يميز بينهم به اللي خارق يعني كيف نعرفوا عن الكبالة اللي فيها حمرة، وخارق اللي يعرفوا الكبالة فيها صفرة فيها أخضر، يعني هون تجبر يقول لك هاك الدقيق مثلا الباكية الفلانية خير من دقيق يعني هون تجبر حتى يعني تمييز اللي يخلق بحكم التجربة وبحكم كذلك استعمالهم نقدر نقوله اليومي لهذا المكون، ونعرفوا عند القوفية يعود حاضر في الأسواق دائما عكس دقيق المقلي. دقيق المقلي حتى يعني لا قعد شوي ويبرد ما تعود فيه ذك الطعمة سبحان الله تمشي منه، وبالتالي ما هو كيف دقيق القوفية يصبر قد منين، يعني هو أي حاجة خاصة لا ما يخبطها البرد خالق من رجلي في تقل باكية وخليه يخبطها البرد، وبالتالي ما تعود فيها
مذاق، ذاك المذاق الزين وذاك الطعمة الزينة اللي تعود في 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 البداية. مستمعنا كذلك والله بعض مشاهدنا الكريم الخليفة القصير يقول الأكلات الشعبية عند المجتمع الحساني اللال بالغمان وتاي والزريق والعيش أتو. راهو بعد يا أختي البلغمان وتاي والزريق والعيش هاي هم الأكلات يعني بالنسبة للخليفة القصير، راهو حتى هو راهو جابر خير. نعرفوا على العيش كذلك المكون الأساسي يعني خارج مجتمعات اللي يسموه العصيدة، خارج مجتمعات اللي كلها وكيفاش يسموه يا غير العيش هو اللي يعدل بالدشيشة الغليظة، قليل اللي يعرف يطيبه، قليل اللي يعرف يعني بالنسبة لطيابه خصو يعني مقدار وخصو يعني عبار وخصو النار كذلك تعود منقوصة، يعني قليل اللي يتقن حتى طياب العيش خارج اللي عدل لا مرخوف وتوفي يقول لك راهو عدل العيش. وبالتالي هون نتكلموا عن مكون أساسي مملي اللي هو دائما مكون الأساسي هو زرع. نعرفوا عن عرفت عنك تما قلت يمشوا هكاك اللجور أصريت على أنه يعود الزرع مشوا عند الزرع عند بل الزرع يقيطنوا عند بل الزرع اللي خالق في ياسر من الأكلات اللي خالق اللي, 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 اللي يعني حضرها الفرد الصحراوي والله المرأة الصحراوية داخل المجتمع الحساني تصبري هذا يعني هذا المكون هو الأساسي في ياسر من الأكلات. قد ما نتكلموا عن 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 اللي ذكرنا دريك بالغمان والله عن عن دبسيس والله عن ياسر من الأكلات تصبريهم المكون الأساسي هو يعني هو الزرع هو دقيق المقلي اللي نقبض الزرع يعني من بعد يتم يعني تحميص دياله والله بحاش نقول يقلوه يتم يقلوه من بعد ينطحن في الرحاء ومن بعد ذاك تتعدد يعني طرق الاستعمال دياله سواء ودرك الحمد لله الرحمات نعرفوا عن الرحاء حتى هو عاد شوي فعاد يا غير مولي الرحاء نادرة يا غير مولي الرحاء خالق من الناس اللي مازالوا محافظين طعم تشورة هي زينة طعمته ما هي كيف ما هو كيف الآلات اللي خالق درك حق ما هو كيف المطحانة اللي عاد درك لكن اللي هيهز يعني عبرته والله يسوى قال يعني العدل من ذاك الكمية اللي عدل من 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 الزراع والله القمح يدوها المطحانة وبالتالي يعني الحمد لله الوقت شوي تيسرت في ياسر من المجالات ويا غير يبقى دائما شيء تقليدي طعمته سبحان الله مختلفة على ياسر من الأمور وياسر من الأكلات. دائما من خلال مشاركات المشاهدين الكرام والرسائل كذلك اللي يبعثونا بها هون مشاركة مجيد يقول واللي بيكم مشكورين حتى على ذا النوع من البرامج اللي تخلينا متشبتين بثقافتنا. موضوع الليلة عن الأكلات الشعبية عند المجتمع الصحراوي لنقد نقول شيء رئيسي في ذا الشهر الفضيل من المأكولات هو جل الصحراويين السحر والبلغمان خيك ذاك اللي تكلمنا عليه بالغمان يقبض ياسر من الوقت في الهضم عند الفرد الصحراوي والله عند أي حد يوكلوا ما يجوع بالعجلة ما يجوع النهار كامل تجبر راسك حتى يعني في قدمني يعود يعني فاطر الحال قاع الإنسان مثلا قدمني مثلا يعود باغي والله ناوي يمشي البلد يعود عجلان ومولي وعجلان حق وما خلق مثلا ما الخبز ما وصابح والله أمور ثانية يعني تخلي الإنسان يشوف مسائل اللي هي سهلة التحضير وفي نفس الوقت اقتصادية يعني في الوقت ويمشي يميل للبلغمان ويعدلوا وكيف قلنا على انه يقد يعدلوا بالحليب وحتى يعني بالنسبه للنقعه اللي تعود فيه مره السمن مره الزبده مره زيت العود هون يعني نجبروا يعني هذا سبحان الله البلغمان والمريس من بين الامور اللي تمت على حالها بها اللي مكونها الزرع وما 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 شابها شيء كيف نقولوا ما خلطها شيء خاصه لا بالنسبه لياسر من السيدات ما يقلوه على حاله وبالتالي المذاق ما يعود زين بالنسبة حتى طريقة القلي وطريقة يعني ذيك الريحة اللي تعود فيه خاصة طريقة ينقلاء على حقه وطريقه يكان يتم تم ذاك الطعم وذاك المذاق فيه. مشكورين دائما المتتبعين الكرام. إبراهيم الشباب يقول الزريق بحليب البل والمريس والعصيدة ديال الزرع
هون يعني ذكر بعض الأمور اللي هي نتكلموا هون منين ذكر إبراهيم مشاهدنا الكريم إبراهيم الشباب حليب البل. نعرفوا عن حليب البل كان غذاء أساسي في ومازال قاع يعني غير حليب البل قد منين تكلموا عن الحليب ما خالط وشي ما شايب وشي ما هو معمل كيف اللي نجبروا درك في الأسواق والله عند بعض المحلبات اللي يبيعوا حليب البل على أساس حليب البل يا قير هو في مذاقه سبحان الله لا علاقة بحليب البل. قد منين الإنسان يعود جابر حليب البل وشاربه وعارف يعني طعمته تلاحظ قبال الفرق يعني خالق اللي يقول لك راهو لا لكل البل ما هي جابر شي هي غير حليب البل حتى قد منين تعود ما هي جابر شي تجبر فيه ملوحية تجبر فيه يعني بعض يعني واحد المذاق اللي ما يمكن كاع على قد منين يشوفوا شي لا بدا تمدقوا. نعرفوا حنا حليب البل كذلك كان شي يعدل بكري ينقال له الفطير. الفطير شنو هو؟ حليب البل يفيض ونكب عليه شوي من اللبن. اللبن يا كان تخلق فيه خطور يا نجبروا هكا وكان في اللي يسبق لا هو كاع اللي يعني تقوتوا به الرجلي وهو غداهم وهو عشاهم يعني عايشين كيف نقولوا دايرين فيه معيشتهم وهو غداء يعني كامل متكامل يعني ياسر من الناس كانوا يتغداوا ولا به حتى قد منين يتعشاوا يتعشاوا ولا بهذاك الفطير. شي قالوا الفطير انا صراحه ما قد ذقته يا قير يقولوا عنه يقولوا عنه زين ويقولوا عنه يقوت حتى هو لا شي من نواحي المقلي وزين قاعد الى جبر خلاط عندي عنه ولا خرص من انتبات ياسر من الاكلات يحمد كانوا يعدلوا نجبروا كذلك تيدقيت والله التيشطار اللي هو اللحم البل يسير سيور رقيقين وينتشر في الشمس كان هو وين ينشروها لا على الصدار ينشروها لا يعني في صدره يا هاد السوار كان تمس الشمس كانوا يعني يشمس قباله باش يعود يعني ينشف من 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 الدم اللي يعود فيه. ومن بعد يعني بحال مثلا يتكلمنا على عن عن عن, عن تيدقيت يعني تنقبض ينقبض تيشطار عقب ما يعني ما ييسر كذا ويعلق ويشمس قباله تنقبض هذه يعني الكميه المراد اعدادها في مده تيدقيت وتنقبض وتندق قباله في المهراز. ومن بعد يعني يتم يعني يطيبوها على نار تعود مهيله شوي من بعد يتم يعني تنعجن ونضاف له يعني الماء يعود مخلط مع 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 المرقه ديال 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 لحم البل والله كذا وما مرقه هو الذروه تذوب وهي غير سابق ما تعدل الذروه والله الودك كيف ما سموه الودك وحده يا غير الذروه تعود مذوب تذوب وتخلط معه يعني سابق ذاك يخلط مع شوي من الماء اللي يعني يكون فيه مرقه ديال اللحم يعني عاقب ذاك يرتخى شوي يصبوا عليه هذه اللي قلتي انت يعني الذروه مذوبه ويتم يخلطوه لين 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 يعني الخليط يعود متجانس من بعد يقدم في طبق معين. ما قطريت هذه المساله اللي يعدل فيها الماء ما اللحم صراحه نعرف وخالق اللي عدل لا الذروه تذوب ونكب على ذاك التيشطار والله ذاك يعني اللحم الميبس فقط ما صراحه ما قط جبرت هذه اللي ينضاف لها الماء كيف قلت يا احمد. على ياسر من الامور تعدل وياسر من الاكلات تختلف من منطقه لمنطقه ثانيه. هون تمنى حمدي تقول منين نسيتي كسكس الغباء واني بيكم حق هون الكسكس نجبروه رانا لا جايين في الطريق لا شوي بشوي يعني واخذين طرف الاكلات ولا نسينا مولي شيرا وتبارك الله كيف نقولوا انتم مشاهدينا الكرام نحن هون نستفادوا من بعضنا البعض وياسر من المسائل نعودوا ناسيين هم تعود غابتنا كذلك نستفادوا من بعضنا البعض كيف قلنا اختلاف يعني الاسامي والمسميات من منطقه لمنطقه الثانيه يا غير بعد يبقوا بعض الأكلات الأشهر في مجتمعنا الحساني نفس الاسم ونفس كذلك المكونات اللي بينهم هذا كسكس الغبة اللي يعدل في ياسر من الأمور كي خلق كذلك الكسكس يعني اللي يعدل
فبعدة يعني أنواع يخلط فيه كسكس دقيق الزرع، كسكس يعني دقيق البشنة، ياسر من الأنواع اللي نجبروهم يخلطوا في نوع واحد يكان نحصلوا على واحد مكون اللي هو والله كسكس اللي هو مذاقه سبحان الله ما تجبروا في بلاد ثانية، حتى يعود مقوي في مكوناته، يعود يعني صحي ومقوي، ما هو كيف هذا اللي خارج دريك في السوق تجبريه يعني ما إلى ما وجعك ما لي صحك. هو يقول لا كيف اللي ما كلتو كاع، لا كيف ذاك قال اللي بشنا بها عشنا ورقدنا وتكمشنا وبات الجوعي وبات الجوعينا وشنا. هذا قد ما نتكلموا عن البشنا، قال لك واحد فات قاس مد وعشاوه بشوي دقيق البشنا، وتعرف عن البشنا خفيفه ما تقوت ما كيف دقيق الزرع، وما كيف الزرع اللي مكونات الزرع نعرفوا عنهم ثقيل ويشبعوا ويفوتوا ياسر الانسان ما لها الجوع. عاد مشى عند مادة ثانية وعاد يقول لها شكلت يا فلان عندها فلان، قال لهم البشنا بيها عشنا ورقدنا وتكمشنا وبات جوعنا وشنا، يعني هو نجبروا. حط بعض الروايات اللي والله بعض القصص اللي يعني نحكاو يبينوا والله يبرزوا مكانة بعض الأكلات اللي هي يظهروا لك شنو الأكلات اللي تقوت الإنسان وشنو هي الأكلات اللي إذا أكلتهم لا خرص لا سوتلو خرص شي توكلوا مباشرة. إذا حبيبة قلميم تقول بالغمان والمريس ما نقدروا نستغناو عنهم في السحور، حق خاصة كيف قلنا ياسر من مناطق درك، فالمعينهم الوحيد هو المريس، لا يعني نجبروا الجيرات دائما يعني ما يخوا كاع من المريس، لا تمشي جيره والجيره يعني هون نجبروا حتى عامل الجو والله ذكر حراره اللي معروفه بها مناطقنا الجنوبيه ومعروفين كذلك بها يعني اقاليمنا الجنوبيه، نجبروا كذلك تساهم يعني قد ما نجبروا مثلا الجيرات ونجبروا يعني خاص تعود يقول لك مثلا الانسان كاس ما يسقيني، يعني هون نجبروا حتى محيط وحتى البيئه اللي مساهمه في بعض الاكلات وحتى الاكلات يعودوا حاضرين بديك القوه كيف مثلا المريس قد ما نتكلموا عنه ونتكلموا عنه في هاي الفتره خاصه في هذا الشهر الفضيل نعرفوا عنه، هو المساند الرسمي كيف يقولوا لياسر من الناس، وياسر من الناس يعني ما يخطاهم طيلة هذا الشهر الفضيل، ودائما يعني يعودوا تجبرهم يعني ينقوا الزرع سابق يعني يدخل هذا الشهر الفضيل، نجبرهم يعني يمقلوا، نجبرهم يعني علاه لأنه عارفين عن الصايم والله عارفين عن الإنسان قد ما يعود صايم يحتاج لبعض هذا الأكلات اللي هي صحية وفي نفس الوقت تقوت الإنسان وفي نفس الوقت تسقي عطشه، لأنه ياسر من هاي الأمور اللي الإنسان ما هو طاب عليها ما هو مالفها ما تسوى قاع عنده شو كيف نقولوا ما كر عنده شيء، اهم شيء عندهم هو المريس، خالق اللي عدى المريس يعني عاد خالق الحليب راه يخلطوا معاه، عاد خالق يعني خالق من رجلي قاع يقول لك الحليب انا محورني ما نعدل معاه الحليب نعدلوا لا هكاك طبيعي 100% ويتم لا يعني مسائل صحيه. تفضل احمد. خالق مولي يعني تكلمنا قبيل عن ولا تكلمنا ياسر عن 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 الاكلات اللي تعتمد على المقلي، غير مولي في مأكولات المجتمع الحساني كما قلنا هو يعتمد بالدرجة الأولى على عن ياسر من 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 المواد اللي هي خارجة عنده في يعني في محيطه، نتكلموا عن اللحم، نتكلموا عن دقيق الصراع، نتكلموا عن يعني المواد كاملة اللي هي خارجة عنده في وسطه في الوسط اللي هو محيط به في زراعته والله في الرعي بخصوص البل والله الغنم والله يعني، فبالتالي كاين مولي اكلات ثانيه قد ما نتكلموا عن هذه اكله قاع معروف بها المجتمع الحساني مارو باللحم، هو قاع يعني اكله حق مارو باللحم والله مارو بالحوت والله مارو غير مولي مارو باللحم هو اللي هو الاصلي نتكلموا خارج مولي اهل الساحل يقول لك مارو بالحوت هو الاصلي يعني يا غير هو الاصل والباقي تقليد يا غير مولي مارو باللحم هو الاصلي عند 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 الفرد الصحراوي، علاه به الفرد الصحراوي كان بطبيعته هو كان فرد يعني متنقل حق وكان دائما الغنم والله الحيه تعود دائما غاديه مع الفريق ماشيه مع الفريق، فبالتالي مصدر ماكولاته يعود من ما هو متوفر داخل حق داخل حق داخل محيطه، فبالتالي هي تاريخيا والله الا جيت تبحث شوي لا تجبر عنه مارو باللحم هو اللي كان يعتمد الفرد الصحراوي
وطريقة التحضير ربما هي متعارفة، لا فقط نشرح للمشاهدين اللي ما لهم خبايين في ذا المجال والله هم ما لهم من أهل الصحراء. يعدل يعني يطيبوا اللحم وحده، يطيب اللحم وحده الا اخطات يا سلمى، ما انا الله ما نصحح لك، لا اختر تعطيهم الوصفه، اعطيهم الوصفه غير هي الطريقه المعروفه يعدل. انا ما عرفت، انا قلت له الطباخ خلي اعطيهم الوصفه. الطريقه المعروفه يعدل اللحم يطيب وحده مع الماء وشويه من الزيت والملح ما يكثر، نعرف احنا الرجلي عندنا ما يبغي الملح يعود ياسر في يعني في المأكولات عند المجتمع الحساني. وعاقب ذاك يطيب نارو مع المرقه اللي طاب فيها الماء اللحم ويطيب فيها، ومن بعد ذاك منين يطيب نارو يعدل فوق اللحم كانوا يعني يقبض شوي من حرارته، ومن بعد يقدم في طبق للحاضرين والرجل اللي خارج. يعني هذه من بين كذلك المأكولات اللي قلت يا سلمى اللي تعتمد على الـ على على اللحم الحيه، والله على اللحم اللي خالق عند الفريق، والله عند الرجل اللي باغي مثلا يحضر نوع من المأكولات اللي تكلمنا عنها. خالق اما اللي اكله ثانيه اللي هي زينب، هذه اكله تعدل هي تعود لا من اللحم، الكرشه يعني يتم حشوها باللحم، يعني عمروها باللحم، يعني تعمر باللحم قباله وتنقفل. ومن بعد يعني كيف ما عرفنا احنا في المجتمع الحساني كان طريقه الطياب اللي كان تعتمد يعني لا البطحه تحمى بالجمر حق يعني الحفره اللي كان يطيب فيها الخبز هي اللي يعني تنحفر فيها هذه الحفره ويعدل في يعني تعدل في تحمى بالجمر لين تحمى، ومن بعد يعني يعني شنو نقول يعني تحيد منها هذاك الجمر يبقى لها هي وحدها. وعاد ذاك يعني تنطرح الكرشه معمره باللحم، يعني تنطرح يعني تغطى بديك الرمله ولا بديك التراب اللي كانت حاميه، وتبقى لمده تقريبا ساعه، يعني ساعه تبقى. عاد ذاك الساعه اللي تمرقيها تجبري عنه اللحم، يعني طاب عاد رمخ علاش بغيتي رقبه. يعني هذا من بين الاكلات اللي هي تعتمد يعني عن اكلت هيك عن تعتمد عن على اللحم. وخالق ام اللي ياسر من الاكلات نخلوها في بقيه النقاش اللي لا ينجو. حق يا احمد كيف قلنا على انه ياسر من الامور مساهمه حتى بطريقه الطياب، طريقه طياب بعض الامور وبعض يعني الاكلات اللي هي تعتمد على اللي متوفر. خالد يعني قدمين نتكلموا مثلا على اللي متوفر، نعرفوا عن مجتمعنا الحساني كان يعيش الحل والترحال، وياسر من المناطق كذلك وياسر من الناس مازالوا يعيشوا هذه الاجواء اللي هي اجواء الحل والترحال، وبالتالي لا بد لهم يقضوا باللي كان كيف نقولوا اللي متوفر. ما هم مثلا رافدين معاهم جواليق الحفره، ما هم رافدين معاهم مثلا ما عندهم وقت كانهم يحفروا الحفره وبالتالي يعدلوا الدوره التحتانيه، يكثر الدميه كتعدل الجلوقه الفوقانيه هون، يعني والله ما متوفره كاع الجلوقه التحتانيه اللي يعدل فيها الخبز، نجبروا عنهم يقضوا بالحجار. حجار قد ما نتكلموا عن خبزة الحجار نعرفوا عنها من بين الخبز اللي هي مذاقها لا يقاوم، نعرفوا عنها خبزة صحية، خبز بطحة من حرقة. خبزاش خبز بطحة من حرقة يقولوا، يعني الخبز في بطحة من حرقة، يعني لا ديك طيب لا بالبطحة، يعني البطحة هي الرملة يطيب لا في البطحة يعني محروقة كيف هذا. يعني حتى طريقة طيابه خلي يعودوا فيه أحيانا اللي مولي راه ما يعرف يطيبه، وبالتالي خلي ما يستف في الحجار على حالتهم ويمرق العجين كلابز وبالتالي هون شوي ما يعود طيابه صالح. دائما بالنسبة للرجلي اللي حتى ما تعرف الوقتاش تجيب، أحيانا بعض الشباب راهو يمشي مثلا يقيطان، يمشي مثلا يعدل مثلا خرجات مع هذه فرصة يعودوا معزبين والعزيب كذلك بالنسبة للرجلي اللي عزب، يعني خالق اللي ما يتقن هاي خبز الحجارة
ما يستف الحجارة على حالتهم ويخلي بيناتهم فراغ، وذاك الفراغ قد منين يبقى فراغ ياسر لا بد يمرق العجين بينه، وبالتالي ما تعود خبزة الحجارة على حالها. هذا طب الحال بخصوص خبزة الحجار. ياسر من الأكلات اللي كانوا يعدلوا. لنرجعوا لمشاهدين الكرام ليبعثونا بمشاركاتهم من خلال الصفحة الرسمية رمال تي في أوفيسيال، من خلال كذلك برنامج مراحل فرقان. مشكورين حتى لا تنسوا كذلك عنه الرغم ليظهر لكم أسفل الشاشة، بإمكانكم تتواصلوا معنا من خلاله ونشوفوا أراءكم ونشوفوا شن هي أخباركم مع هذه الأكلات، شن هي الأخبار يا غير بعد اللي ظهرنا من مشاركات بعض المشاهدين الكرام على أنه يبقى البلغمان ويبقى البريس على رأس القائمة اللي تعود حاضرة في هذا الشهر الفضيل. شبيبة تيتوسة تقول وني بيكم منورين، موضوع زين ما شاء الله، أنا بعد ضروري نمن بلغمان في السحور. دائما كيف قلنا المساند الرسمي هو البلغمان. وخالق هون تمنى حمدي تقول خالق خبز الفطير. إبراهيم شباب يقول البنافة بالكبدة والدروة. المهم رانا هون تشهوتوا ولا لا 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 نعود ناسين شي اخوتي تحجوا لنا شي شي، خاصه كيف نعرفوا عنه ياسر من الجدار كنت قاني على على معينة تايب تقاني يعني على شي كامل يذوقوا قدني رجلي تلحق هذا الوقت لابد نجبروا يعني ذيك جماعة زينة جماعة بيضان، وأكيد لابد تشتد هاي الأخبار. وياسر من الأكلات كذلك من بينهم بعض هاي الأكلات اللي ذكرنا ذرك يعودوا حاضرين على موائد بعض الناس وبعض كذلك المشاهدين الكرام. مصطفى الشباني يقول بالتوفيق إن شاء الله. مشكور حتى مصطفى الشبالي، تحية لك، الله يوفق إن شاء الله. دائما في طبيعة الحال في إطار هاي الأكلات ياسر من الأكلات اللي كانوا يعدلوا وما تلاو يعدلوا بحكم على أنهم كانوا يعدلوا حكم اللي متوفر نجبرهم ما تلاو يعدلوا على لأنه كانوا يعدلوا بحكم أنه مثلا ظروف فارضة ذاك قبيل الخليفة القصير نحيو قال لا تنساو الشريح لا تنساو قال الشريح، لأنه فعلا الشريح كيف قلنا قبيل أنه بعض الأكلات اللي هي تعود موسمية، من بينهم مثلا الصيف قد مين إنسان مثلا يعود مصيف راهو عايش والله راتع في هكاك ناري محدو في وقته، يا غير لا بد يعدل الشريح لا بد يعدل أو ظليم الشريح هو كناري يقبضوه يقبضوه ويمسحوه قبالة لين ما تلا تعد فيه شوك ينقوه يعني ينقوه قبالة ويمسح لين ما تلا يعني ما تلا تعد فيه الشوك، ويعني يقبضوا لذاك اللي كناريات الزينات يعني ما هو أي كنارية له يشرحوها وما هي أي كنارية له يوظلموها. هون نتكلم بعد عن الشريح يا كنت خطأ لو ظلم الشريح كناري كنارية تحيد خنفرتها وتشرح يعني بجلفتها بمحتواها بربها بكل شيء يعني بمكونها كلها يعني كنارية تشرح بحيلتها وتون الشف يعني تعدل يعني في بيدات اللي ما يعود فيهم بعض الحشرات بعض كذلك الخشوش اللي يجبر ذاك الشريح ويعدلو حتى هو عيشة ولا شي عايش بعض نجبرو بعض الحشرات اللي قدمين الإنسان مثلا يشرح يتصلوا له بذاك الشريح ما يخلو فيه حبة قدمين كذلك يوظلم يجبرو كيف نجبرو جاهز يتصلوا به يعني وما يخلو فيه حبة، هون نجبرو يعني حتى قد منين يعدلوا الشريح والله يعدلوا أو ظليم لا بدي تمولا مراعينه يوم تمولا كيف نقولوا رادين معاه البال ويوميا خصهم يوم وعليه ويوميا خصهم يقلبوه خصهم يعني هو كنارية قد منين تشرح تحط بحيلتها يعني مشرحة على أربعة كنارية يقسموها على أربعة ويقسموا حتى قلايبها ويخلوها مشرحة، وبالتالي إلى عاد مثلا يغطوها عن حساب النحل النحل هيك ساعة يعني يعود يعني يعدلها يعني يسرح فيها يغطوها على حساب النحل يغطوها كذلك على حساب الفيران ما يرفدوها لأنه إذا ما رضوا معها البال ولا ما
مثلا حماوه حتى لهي يرفدوها كون الفيران واللي ما يرفد الفار لهي يمصوا النحل. هون يعني نجبروا بعض الامور اللي تساهم في انه الشريح نجبروه مثلا ناشف من الداخل. وحنكر حتى هاي بعض العوامل اللي الانسان يعود ما عنده ما يدير كيف نقولوا كلها غداه اش كاتب ليه مولاره غادي يجبرها واجده ويوكلها. لنرجعوا كذلك لوزليم. وزليم هو نيتاك ناري يقير يختاروا كناري اللي هو يعود طيب حتى كناري طيب قباله وينقوه ويحطوه بحالته. يعني كناري منقية وحطوطة وتنشف ذيك الحالة بحالتها وتم يعني قد ما تنشف راهو تجبرها يعني معسلة. قد دقته يا أحمد؟ ما قد دقته ظاهرة اللي ما قد دقته يعني حتى أوزليم راهو زين يعني كناري مو يبس بحيلته يعني بلاج الفبلة والو ومنقي كي يسمى أوزليم. وبالتالي راهو ينباع في الأسواق. راهو قد تمشي عند أصحاب التمور اللي يبيعوا التمور ويبيعوا الفواكه الجافة راك تجبر عندهم أوزليم كلها. وكيفاش يسميه غير هو يعني ما تعود يعني أكناري. ما يعود يعني بنفس الشكل يعود أكنارية محطوطة كيف هي بمانتها يا غير الله قد منين يجمعوه يقانوه مثلا في أكياس والله يقانوه في يعود مدقوق. هذا اللي نجبر ما هو مدقوق يعود الله معبدش على شيء ما هو مدقوق يعني يتم بحالته. حتى هو يعني عنده فترة بحالة تمر فترة وتجبروه يدخلوا الدود حتى هو ويدخلوا هذا الكوز ويدخلوا الكويدر ويدخلوا يعني هاي الأمور اللي تفسد بعض التمور يعني وبعض المسائل اللي هي حلوة اللي تفسدها بعض الخشوش وبعض الحشرات. خالق أم اللي أكلة هي ذكرتها أحد المتتبعين ربما شبيبة تيتوس تكلمت عن خبز الفطير. هذا الخبز ما نعرف كان هي والله هذيك تمنى حمدي. تمنى حمدي تكلمت عن خبز الفطير. هو يعني من بين المأكولات اللي شلين نقول لك تعدل خاصة للناس اللي مثلا عندهم السكر والله عندهم مرض مزمن. فهي تعدل الله من يعني من الدقيق وما يعود فيها ملح ولا سكر وحتى الخميرة ما يعود فيها يعني ما هي ما هلا فطير اسمها حاضيها كيف نقولوا لا اسمها حاضيها كيف نقول يعني. وهي عندها استعمال مولي ثاني بحكم هي تعود عاقب طيابها تعود قاسية يعني تعود قاسية شي عدلولها في طريقة الأكل. تقطع يعني قطع صغيرة ويتم يعني تنسقى سواء بمرقة اللحام ولا تنسقى يعني بأي من المكونات اللي متوفرة ولكن خاصة من اللي تنسق يعني شين قالوا تنسق أحد المكونات هذه تسمى ملي عندها اسمية ثانية يعني خبزة الفطير تستعمل في أكلة ثانية مريفيسة يقولونها مريفيسة والله كاين اللي يقولها ملي ماريا طنطا يا غير هذا الاسم صراحة ما عرفت أصله ماريا طنطا يا غير أصله شنو هو الله أعلم يا أخوي عاد معنا ماريا الأصل الله أعلم كاين اللي يقولها مريفيسة وكاين اللي يقولها ملي هذا الاسم هي اسمه ماريا طنطا يوم ما قلت ما عرفت صراحة يا غير أنا ما عرفت أصله شنو هو كيف ما قلت تنسقى سواء بالمرقة اللحم والله بالدهن والله حتى يعني باللي خالق كيف ما قلنا بالمتوفر بحكم اللي خالق في ذاك الموسم اللي كان فيه الفريق اللي يعني اللي حضر هذه الأكلة في ذاك الوقت. حق يا أحمد ياسر من الأكلات خارق يعني اللي كلها كيفاش يسميها خارق هون تمنى قالت لك الرفيسة الصحراوية يعني هي رفيستك الرفيسة الصحراوية حق هي رفيسة الصحراوية يا غير دريك ما تلحد يحضرها بها شلين نقول لك حتى هذه اللي تكلمنا عنها خبز الفطير عندي أنه كانوا يقول لي عدها لا تركها ظاهرية هاي اللي تقرض الخبز وتكب فوق شيء لا ترك الصغير يعني لا رجلي الكبير شو عنده أكل من الأكلات وش لا يوكل خبز الفطير لا يوكلوا فيه الترك الصغير ما يقدوا قاعد يوكلوا يعني جدعان يعني ما هو رجلي كبير ما نعرف أنا صراحة ما قط سمعت هاي الأكلة اللي لا الخبز يقرض ويكب عليه شيء ما نعرف غابتني صراحة ما قط قلتها هم اللي هم أنت قاسميتها أبو اسمية ثانية هذا تسميتها يعني من خلال
من خلال البحث. الاسم المعروف عندها والله الشائع هو مريفيسة، يقولوا لها مريفيسة سعود، يعني هذا هو اللي معروف فيها. يا غير فمن تبحث يعني كل الأكلة نحاول ما أمكن نبحثوا عن جذورها والله، تسمياتها اللي كانت معروفة بها في عصر معين ولا في حضارة معينة، ونحاول ما أمكن نشتركوها مع باقي متتبعين والله من أجل الإفادة أكثر. والله ياسر من المتتبعين هون تمنى قالت لك حق بعد ماريا طونطا أكدتها بعد لك يا أحمد، حتى هي لا جابرة خيرها وجابرة يعني قطعت بتها شوي من الجوع. طونطا هي الهبيلة إسباني المهدي بوزنقاط، قال لك طونطا هي الهبيلة. أيوة صافي جبرنا نفيسة الهبيلة رانا جبرها اسمية. شوف سميها ماريا طونطا ماريا الهبيلة، والله الرفيسة الهبيلة صافي اللي هي. أنا عرفت عنه شي لا ترك الصغير نعرف عنه خاصها شي من العقل لا يتعود اللي هي ما نعرف صراحة. بالإسبانية هي ماريا المجنونة الخليفة القصير يعني هاي هاو يعني لأن طبيعة تحضيرها شوي شوي ما هي فهم علي الحمد لله يا أخوي اللي قلت قلت لها يتجنني معاها. حبيبة تقول مارو 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 مكثر أخباره كثر ماه وقلل ناره، هاي يعني معروفة قاعدة بالنسبة للرجل اللي يبغي يعني يتبخ الروز والله مارو كيف يسمى في مجتمعنا الحساني. نعرفوا عن ياسر من لسامي اللي هي أصلها إسبانيا اللي بينهم هاي كلمة مارو والله يعني كلمات اللي هي تمت في مجتمعنا الحساني، وياسر قاع من الناس في مجتمعنا الحساني يوظف بعض الكلمات في كلامه العادي يوظفها بحكم يعني ياسر من الأمور اللي ساهمت في أنه ترسخ بعض هاي الكلمات وبعض هاي سميات بعض الأكلات بهاول سامي كيف نقوله مارو اللي هو الروز. بالنسبة للرجل اللي ما عارف شنو معنت مارو هو الروز، وبين الجمل الأشهر وبين العبارات الأشهر بخصوصها في هذا الجانب هو كيفتاش يعني يطيب ياسم رجلي يقولك أنا ما بغيت غير نعرف بحلاش يعني الصحراويات يطيبوا مارو لين تجي كل حبة وحدها لين تجي مثلا يقول يجي متفرق ويجي في نفس الوقت طايب ما هو كل حبة وحدها وقاسي. يعني ياسم رجلي ما يعرف يطيب مارو وبالتالي عدله معجن وما يصلح للغاف ما يصلح حتى للتعباد ما يصلح يعني هون يعني تساؤل. ودائما أي حد سوى الحد لا بد تسمع هاي جملة الشهيرة اللي يقولك مارو كثر ماه وقلل ناره أهم شيء يعني تعود النار قليلة ويطيب على نار منقوصة حتى يكانوا تعود النتيجة لأنه حبة تنتفخ على خاطرها وتطيب على خاطرها وبالتالي يجي الحبة ويجي مارو كل حبة وحدها وطيابه زين وصالح. خرق عمر رجل اللي طياب الروز اللي عاد مثلا مسلغة كيف نقول والله والله معجن يمحور وما يقد قاع به يعني خرق من رجل اللي والف ها طياب مارو بطريقة صحيحة. ياسر من المشاهدين يبعث لنا برسائلهم ونشكرهم. حتى مولاي احمد ايزم يقول رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. مشكور حتى زميل مولاي احمد شاكرينك. كذلك بعض الرسائل اللي لحقونا اللي باركونا رمضان نمشوا نتكلموا عن رسالة إبراهيم شباب اللي يقول البنافة بالكبدة والذروة هذه يعني من بين الأكلات اللي هي مشهورة حتى لدرجة أنه على درك يعدلوها في المناسبات يعدلوها يعني في قدمين يخضروا بدل ما يخضروا مثلا بعض الأمور اللي هي ما يبغوها والله مثلا ما هي متوفرة يخضروا مثلا هو اللحم خالق والكبدة خالقة والذروة خالقة وبالتالي يخضروا اللاب اللاج داك الشيء متوفر شنو هو اللي هي اللحم يعني ينتبخ بطريقته العادية نحط في 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 المواعين والله في تباصيل والله في سواقع فاش 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 نحط يخضروا بالكبدة والذروة خالق اللي يشويها وخالق اللي خضرها بهاي الطريقة يعني يحطها. وكيف نعرفوا عن ياسر المناسبات عاد يعدلوا هاي الطريقة اللي هي ما نعرف صراحة كانها لا عادت والله كانت تعدل من في اللي يسبق عليين هي عاد هي طريقة من طرق اللي هي زينة وفي نفس الوقت يعني الإنسان ما يكلف على راسه هو خالق يعني اللحم وخالق الذروة وخالق الكبدة وفي نفس الوقت يعني
نعرفوا عن الشيء مثلا اللي ينشوى يقدوا عندهم ولا حق الرجلي كامل وبالتالي يعدوا لي هاي الطريقه من الطرق اللي هي الكبده والذروه. ونتكلموا كذلك عن الشيء اللي هو كاع الشهير في مجتمعنا الحساني اللي لا ما شوى شيء خارج اللي اللحم مطبوخ كاع ما يسوى عنده شيء الا ما عاد اللحم مشوي فوق النار اللي هي نتكلموا عن الشيء على حقه وطريقه ما يقول عنه كاع كان اللحم. نعم تفضل احمد. خالق مولي يعني تكلمنا قبيل عن المكونات اللي يعتمدها المجتمع الحساني في يعني في ثياب هاي الوكلات اللي تعود خارقه والله اللي كانت في المجتمع الحساني وزالت يعني محافظه على على يعني على على نفس مكانتها داخل المجتمع الحساني. خالق مولي تكلمنا قبيل عن الخل وعن التمر اللي يعود فيه. خالق مولي وجبه تحضر دائما التمر وهي شلي نقول لك بحالها طريقتها تعدل ينقبض التمر يعني واحد القدر معين من التمر ينقبض ويعني يحيد منه علفه يعني العلف ديالو يحيد عقب ذاك ينطرح في كسكاس ويبخر الله بالماء يبخر بالماء عقب ذاك منين يعني يرتخى ويعود يعني يعود لين ينطرح في طبصيل والله في يعني في قدحه يعجن شوي وينطرح الحضور على اساس انه يقدم مع الزبده والله مع الدهن اللي يعني اللي متوفر. هذه كذلك من بين الوجبات اللي هي يعني تنطرح سواء في الفطور والله في عقب الدحميس والله كذلك في السحور يتسحروا بها الناس. فهي من بين الاكلات اللي هي شلين تعتمد لا على مواد اللي هي خارجه في بيئه المجتمع الصحراوي كيف ما قلنا قبيل. وهذه تقريبا مازالت تعدل خالق اللي بخر التمر غير خالق مولي اللي يحيد منه العلفة ويطرحها يطرحها بحيلته خالق مولي اللي يطرحه بمانته يعني ما حتى العلفة كاع ما يمسوا كاع كيف خالق اللي لانه خالق اللي من رجلي اللي كيف نقولوا يطيل قد منين جبر التمره محيده علفتها وخالق اللي برجلي اللي ما يعرف يا غير دريك عادت معروفه تقريبا عند المجتمع هذيك منين قد منين تعمرها لي بقرقعها كون عدل لي ذاك يا غير تحطها لي لا محيده علفتها كون خليها لي بعلفتها انا نحيد علفتها يا غير قد منين تعمرها مثلا باللوز والله بالقرقع عمروها خالي يحيد منها هيك طريقه من الطرق اللي عادت مستحدثه بطبيعه الحال خصوصا في الاعراس عاد مستحدثه وعادت يعني طاريه على في المجتمع طريقه من الطرق وكلها يعني ما هو الا في مجتمع حساني يعني يزوقوا التمر بطرق متعدده طرق مختلفة اللي كان يعطي واحدة جمالية في المناسبات. كذلك كيف قلت يا أحمد وكيف من بين الأمور اللي كانت تعدل يعني التمر نحط بمانته في إناء ونحط حداها الزبدة يعني هاي معروفة مولي في مجتمع الحساني تمو يعني يقسموا التمرة ويجموها بشوي من الزبدة وتنتكل كيف ذاك يعني بذيك الحيلة. خالق كذلك قد منين يعود مثلا التمر قاسي هذا منين يعود التمر زين قد منين يعود التمر كذلك قاسي كانوا يدقوه يعني لوايد كانوا يدقوه ويعدلوا فيه بيبيدات ويتموا يعني يوكلوه بهيك الطريقة ويجي زين حتى هو قد منين يدق هذا منين نتكلموا عن التمر اللي هو التمر طايب. كذلك كانوا عايشين يعني كذلك في بالبلح يعني قد منين عود اصفر كانوا مولي يتناولوه ويعني غداء اساسي بالنسبه لهم لانه حتى اما ننسوا كذلك فوائد البلح راهو خارق اللي غاب يعني بالنسبه له البلح التمر ما هو طيب وبالتالي ما خصني ناكلو هذا غلط لانه التمر حتى هو او والله البلح حتى هو عنده فوائد صحيه اللي هي كثيره وما يمكن نعدوها ولا نحصوها. عليين مشكورين حتى كل المشاهدين الكرام اللي كانوا معنا وغناوا النقاش من خلال طبيعه الحال هاي الحلقه اللي اخترنا اعلنا نحيطوا ببعض الاكل اللي هي تهم مجتمعنا الحساني واللي كيف لاحظتوا على راسهم ليتب دائما البلغمان والمريس هو اللي متصدر قائمة هاي الأكلات اللي تعدل في هذا الشهر الفضيل في مجتمعنا الحساني بحكم أنه الزرع مكونهم الأساسي وبالتالي عنده فوائد ياسرة على الصحة وبحكم كذلك أنه ما هو مكلف حتى. مشكورين حتى كل المشاهدين الكرام اللي تواصلوا معنا واللي بعثوا لنا وشاركونا في هاي الحلقة وشاركونا في الموضوع بعض الأكلات اللي هما عارفينها بعض الأكلات اللي احنا كذلك نسيناها والله تناسيناها خلال الحلقة. مشكورين دائما
ومشكورين كذلك أوفياءنا اللي يبعثون برسائلهم خارج أرض الوطن. يا مرحبا وسهلا وأهلا بكم دائما في خلال حلقاتنا برنامج مراحل فرقان. مشكور حتى أحمد. مشكورة سلمى ونشكر كذلك ونجدد شكرنا لمشاهدينا ومتابعي قناة ريما تي في على صبرهم إلى حدود هذا الوقت والتفاعل من خلال موضوع الحلقة عبر صفحتنا على الفيسبوك. ونستعذر منهم مرة ثانية عن التوقيت اللي ما يسمح كانهم يتفاعلوا معنا عبر الهاتف. نضرب لكم موعدا آخرا الخميس المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة. ابقوا أوفياء لبرنامجكم مراحل فرقان وقناتكم ريمال تي في. إلى اللقاء. ريمال تي في تتمنى لكم رمضان كريم، باقة رمضانية متنوعة لكل العائلة، صحة، موضة، تقنية، مجتمع، سياسة، رياضة وغيرها من البرامج من أجلكم. تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك ريمال تي في أوفيسيال أو عبر قناتنا على اليوتيوب ريمال تي في. ريمال تي في تتمنى لكم رمضان كريم، باقة رمضانية متنوعة لكل العائلة، صحة، موضة، تقنية، مجتمع، سياسة، رياضة وغيرها من البرامج من أجلكم. تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك ريمال تي في أوفيسيال أو عبر قناتنا على اليوتيوب ريمال تي في.